صباح الخير لاله سلطان. السلام عليكم. مرحبا بك. الله يسلمك لاله. كي دايرين؟ كي دايرين الناس بني من الله؟ الحمد لله. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك لاله سلطان. اليوم محضره لنا حليوه. حليوه ان شاء الله. انت الحمد. وجدنا الكراطا في الصباح وجدنا المروزيه، كاين لاكلاص، يعني اليوم راه تبارك الله كلشي موجود في الدار ان شاء الله. اللي بغاو يجيو الضيوف غير مرحبا بهم. مرحبا بهم. تبارك الله عليك. واخا لاله، شنو عرفت تاجر الحليوه ديالك؟ عندنا حليوه نتاع الحامض، اربعه البيضات. حليوه الحامض سميتها؟ حليوه نتاع الحامض. واخا. اربعه البيضات. ايه. كاس كبير تاع الزبده عاديه مذوبه. كاس كبير سنيده. ايه. كاس كبير قشور الحامض لي زيست، نفس الكاس ديما العبار. شحال تقريبا نحتاجو بزاف الحامض؟ كاس نتاع الماء. كاس لا، القشور ديال الحامض غنحتاجو نحكو بزاف ديال القشور. نحكو بزاف ديال الحامض، ولحقاش غادي داك العصير ديالهم غادي نحتاجوه. نعم. خميره وحده تقريبا خصنا كيلو تقريبا هكاك. خميره وحده. واخا. والطحين اللي غادي يجمع لنا الخليط شحال تقريبا؟ دائما كنبغيو نعرفو القياس. ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاسحه بيني وبين. واخا لاله. عندنا سكر كلاصي للتفناد. وغادي نحتاجو عصير الحامض في الاخر. داك الحامض اللي عندنا غنعاودو نعصرو. غادي نوليو نعصروه كله كامل كامل داك الحامض. غادي ناخذ جميع المقادير الا الخميره والطحين كما العاده، راه العيالات كامل كيعرفوا هذا الطريق. بدا مذوبه مع البيض مع سنيده مع القشور الحامض. مع القشور الحامض واه. فالاخر والدقيق والخميره. هذه ما فيهاش الزيت، فيها الزبده. ما فيهاش الزيت، فيها غير ديك الزبده مذوبه. غادي نحربلوها بحال الطريقه نتاع فقاس. ايه. حرابيل. وغادي نقطعوها بحال المقروط. مدوره. لا مقروط معينات. جلد، غادي نقطعو جلد. المهم غادي نديروها طيب. فاش تطيب نخليوها تبرد واحد شويه ونديروها في عصير الحامض، نغطسوها في عصير الحامض. ونهزوها تسكر واحد شويه ونديروها في سكر كلاصي. نعم. وهاد الحلوه كنقدمها كاع صحاباتي، المهم عجبتهم بزاف، كاع اللي كلاها عندي عجبتهم. فايتين ضايقينها عجبتهم. كاملين صحاباتي كامل اللي ذاقوها عندي عجبتهم. واخا لاله، حتى حنايا نتمناو نذوقوها ونصوبوها وتعجبنا، غير خصنا نتبعوا معاك المقادير مزيان والمراحل. قلنا عندنا فيها اربعه ديال البيضات. عندنا كاس واحد كبير ديال سنيده وكاس ايضا ديال الزبده مذوبه عاديه. كاس ايضا كبير نفس العبار اللي غنعبروا به الزبده وسنيده غنعبروا به قشور الحامض. قلنا غنحتاجوا كيلو حتى الاكثر ديال الحامض، نغسلوه مزيان ونحكوا القشره ديالو حتى نحصلوا على كاس. وغنحتفظوا بداك الحامض لان ملي غادي نعصروه حتى هو غنحتاجوه في الاخر. وعندنا عندنا خماره وحده والطحين حسب الخليط. في البدايه كناخذوا البيض مع الزبده مع سنيده مع القشور ديال الحامض، كنخلطوهم مزيان، كنبقاو كنضيفوا الطحين شويه بشويه والخميره حتى كتجمع العجينه. قلتي كتجي مرخوفه، كتجيش قاسحه بزاف. ما قاسحاش بيني وبين الجلد اللي غادي تبقى تحرب لك. ايه. تعطينا الطوع. مرخوفه بزاف. غنبداو قلتي نحربلوها لاله سلطانه بحال الفقاس. بحال الفقاس. نقطعوها على جنب، يعني بحال اللي كنديروا حتى الفقاس، بحال المقروط. بحال الطريقه نتاع الفقاس. كطيب تقريبا على عافيه مهيله على فران متوسط. عافية مهيلة باش ما تحرقش باش ما تلعبش بالزربة. نعم. إذا دغيا دغيا كطيب. دغيا كطيب. ما فيهاش بزاف ديال الأشياء. واه. الأساسي أننا ملي نخرجوها نخليوها حتى تبرد. ربما غتفرتت إلا بدينا كنحطوها في الحامض وهي سخونة. غادي تقدر تعجننا كاع ماشي غادي تفرتت. نعم. لحقاش الحلوة سخونة وسيترون غادي إذا حنايا في ديك الأثناء اللي كانت كطيب رحنا أسرنا داك الحامض اللي بقاو لنا من القشور. غنأسرها. وعندنا ايضا السكر كلاصي. سكر كلاصي. بينما بردات لنا الحلوه نخليه على خطره تبرد، غنبداو كان وحده بوحده ياك لاله سلطانه. وحده بوحده. كنغطسو في العصير ديال الحامض واحد شي شويه غير كتفزق لينا، وكنعاودو نديروها في السكر كلاصي باش كيلصق فيها داك السكر كلاصي. كيلصق فيها. هذه كتجي محمضه. الحامض راه كاع كتجي محمضه هاد الحلوه هادي. غزاله كاع اللي ذاقها عندي عجبات وكنهديها لهم نيت من هاد المناسبه. نعم. تبارك الله عليك لاله سلطانه. شكرا. الحامض هادي بإذن الله. أكيد. بالفعل بالفعل. تبارك الله عليك سلطانة. شكرا.